السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن اللونج والتست فور airway function. عليكم عارفين ان السيل دورها الرئيسي انها تاخد الاكسجين والجلوكوز وتطلع الكربون دايكسيد والووتر، واللي بتاخده اللونج وتطلعه بره. وعارفين كويس اوي ان اللونج متقسمة من اول النيزوفارينكس فوق تنزل شوية شوية لحد التراكية، تتقسم نصين برونكاي وبرونكيول، وتقعد تنزل تنزل لحد ما الالفيولار وول توصل له. واللنج متقسمة ناحية 3 حتت وناحية حتتين عشان وجود القلب في الحتة اللي فيها ناحية التولوز. عندنا البرونكيولز آخر جزء في البرونكاي، بتبقى إلاستيك شوية smaller airway ال wall consists of entirely smooth muscle. ده بيخليها إلاستيك. إلاستيك بمعنى إيه؟ بمعنى إن فيها الأفكت بتاع البرونكو كونستريكشن والبرونكو دايلاتيشن بيبقى أعلى فيها، فممكن تعمل إير تراب جوه الألفيولاي عندنا جوه، وممكن يحصل فيها بيرفيوجن بمعنى إن الهواء ممكن يخش الأكسجين جوه الوول بتاعها ويعدي ويوصل للبلاد فيسل وياخد الكربون دايكسيد بره، بس مش الموضوع مش قوي قوي زي الألفيولاي. الألفيولاي بتسمى الإير ساك، السايت الرئيسي للأكسجين والكربون دايكسيد اكسشينج في البلاد. الوول بتاعها مليان بلاد فيسل، البلاد فيسل بتاخد معاها الكربون دايكسيد وتوصله لها، تاخد الكربون دايكسيد بره الجسم وتدخل مكانه الاكسجين جوه البلاد اللي دي توزعه جوه الجسم. الديافرام دوره الرئيسي كونتراكشن و ريلاكسيشن. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لما يحصل كونتراكشن الثوراسيك اريا كلها على بعضها توسع، فالبريشر جواها هيقل، فتخلي الاير يخش من بره الاتموسفير لجوه. فهنعرف كمان شويه ايه الدور الرئيسي بتاعها في الـ ventilation process. البلورا اللايننج اللي بيبقى موجود ما بين الـ thoracic cage، الكيج بتاع الثوراكس من بره، والـ lungs، فبيلزق الثوراسيك كيج في اللنج، فبيحصل contraction للريبس، الريبس تقب لبره فالثوراسيك كافيتي توسع، والريبس توسع الاريا اللي جوه دي تدخل الهواء جوه اللنج. الدور الرئيسي بتاع اللونج facilitate ال exchange of blood gas. يعني ايه؟ يعني توصل الهواء لحد الالبيلاي. اما نوصل للالبيلاي، الوول بتاع الالبيلاي قليل اوي ورقيق جدا، فيعدي الاكسجين يخليه يخش في البلود كابيلري اللي موجوده اللي لازقه فيها، ويدخل الكربون دايوكسيد اللي يخرج بره الجسم الطبيعي. ده بيحصل عادي، لكن الاهم من ده كله ان بيحصل ventilation اللي هو الانهيليشن والاكسهيليشن. في بعض الحاجات الرئيسية اللي بتتحكم في الانهيليشن والاكسهيليشن دهيت اللي هي الفنتيليشن، اللي هي البريشر دروب جوه اللنج. لما البريشر يبقى نيجاتيف جوه اللنج يخلي الهواء يخش من بره لجوه، لما البريشر بتاع الهواء جوه اللنج يبقى عالي وبوزيتيف يخلي الهواء المفروض يطلع بره يختار اكسهيليشن. الحاجات الرئيسية الأساسية الواضحة جدا قدامنا اللي بتعمل الديفرنس دهيت الريبس كونتراكشن وريلاكسيشن والديافرام كونتراكشن وريلاكسيشن. في حاجات اخف قوه شويه صغيرين زي الالاستيك ريكويل اللي جوه الالبيلاي، السرفاكتنت اللي موجود جوه الالبيلاي. المفروض لو احنا عارفين كويس اوي ان السرفاكتنت على اي سطح بيعمل الكيرفيتشر اللي خدناه زمان في الصيدلانيات، الكيرفيتشر ده موجود جوه الالبيلاي نفسها، بمعنى ان هو بيحاول تو ميك ات لايك الكيرف ده هو، فبيحاول يطرد الهواء از ماتش از بوسبل، بس الايفكت بتاعها مش زي الريبس والديافرام اللي اتكلمنا عليه. لو جينا على الانسبيريشن اللي هو من الفنتيليشن دهيت كوز ابورد موفمنت اوف ذا ريبس، يعني الريبس يحصل فيها كونتراكشن فتطلع لبره فتقب لبره، فلما تقب لبره الثوراسيك كافيتي اللي لازق في اللنج يوسع فيوسع اللنج، فيخلي البريشر بتاع الهواء جوه اللنج قليل قوي، مع كونتراكشن للقلب الديافرام الاتنين برضو يوسعوا الثوراسيك كافيتي فيخلوا الهواء يخش بسبب البريشر دروب اللي بيحصل ده. This result in expand of the thoracic cavity. The expansion بتاع الثوراسيك كافيتي ده هو lower the pressure in this area، خلي الهواء run inside the lung.
الاكسهاليشن بيحصل ازاي؟ ولا حاجه، الريبس بيحصل فيها ريلاكسيشن، والدايفرام بيحصل فيه ريلاكسيشن، فالثوراسيك كافيتي بتقل مساحتها، فالبريشر بتاع الاير جواها بيعلى عن الاتموسفيريك بريشر، فتلاقي نفسك عايز تطلع هوا بره اللونج بتاعي. الاصل في الموضوع ان الهوا بيبقى مخنوق جواك عايز تطلعه، مش قادر تصبر على انك تطلعه بره اللونج بتاعتك وتعمله اكسبلش. So الانسبيريشن والاكسبيريشن بروسيس، لو بصينا على الانسبيريشن بروسيس هنلاقي اكتف بروسيس، لان انا اللي بدخل هواء جوه اللونج بتاعتي باي الكونتراكشن بتاعت الريب والكونتراكشن بتاعت الدايفرام. chest cavity expand، الانتراثوراسيك بريشر فول، البريشر جوه اللونج فول، الاير فلو until the pressure equalize ما بين الاتموسفيريك بريشر والبريشر بتاعي جوه اللونج. الاكسبيريشن لو بصينا عليها هنلاقيها باسيف بروسيس. بمعنى ايه باسيف بروسيس؟ الهواء مخنوق جواه، في ريلاكسيشن حصلت في الريبس وفي ريلاكسيشن حصلت في الدايفرام، فالثوراسيك كافيتي مساحتها قلت، المساحه اللي قلت ديت خلت الهواء البريشر جوه عالي، البريشر جوه لما عالي زياده عن اللزوم بيحاول يعمل اكسبيلينج للاير اوت. سو ذا باسيف بروسيس، chest cavity size decrease, the intrathoracic pressure raise, the air flow out until the pressure equalize ما بين اللنج والاتموسفيريك بريشر. اهم حاجة نفتكرها كويس قوي ان بعض الناس بتقول احنا we breathe to get oxygen، لا العكس، لان ال respiratory center sensitive اكتر للكربون دايكسيد rather than الاكسجين. so we breathe to remove carbon dioxide from the body not to get oxygen. ليه؟ ال increase في الarterial carbon dioxide is the primary drive to initiate inspiration. لان respiratory center اللي في المخ بتrespond للcarbon dioxide اكتر ما ترespond للاكسجين في الarterial blood pressure. طيب لو جتنا على الايرواي، الايرواي عامل زي الشجرة، بس الشجرة المتفرعة زيادة عن اللزوم توصل لحوالي 23 تفريعة. ال 23 في التفريعة دي خلت السيرفيس اريا اللي بيستخدم في الفنتيليشن وفي البرفيوجن لما الهواء يخش ويوصل للكابيلري ويقول دخل اكسجين وخرج كربون دايكسيد، مساحته تعادل من 60 ل 70 متر مربع، ده يعادل نص مساحة ملعب تنس، نص مساحة ملعب تنس جوه صدر حضرتك بسبب التفريعات اللي حاصلة جوه اللنج. في تقسيمة تانية اسمها الأبر إيرواي واللور إيرواي. الأبر إيرواي بيبقى الفارينكس والتراكيا والبرونكاي، وده بيحصل ليها أمراض معينة، وفي السمولر إيرواي من أول البرونكيول والألفيلاي والجزء اللي تحت. الأمراض البوسيبل اللي ممكن تحصل لنا في اللنج بتاعتنا، إيرواي أوبستركشن يعني في فورم بودي حصل زنق دي المنطقة دي، أو حصل أنافيلاكتيك شوك، أو في أزمة، أو كرونيك أوبستركتيف بالمونري ديزيز، أو أي مرض بيعوق التنفس. جاز إكسشينج سيرفيس يعني المنطقة اللي بيحصل فيها الأكسجين يخش جوه البلاد والكربون دايكسيد يخرج بره زي الألفيلاي، حصل فيها إديمة زيادة عن اللزوم، بلاد مليان في المنطقة ديت، بالمونري إديمة، بالمونري إمبوليزم، نيمونيا، اي حاجه تخلي البرفيوجن يقل. ثوراسيك بيلو بروبلم يعني اللنج بتتخنق. بمعنى ايه بتتخنق؟ بمعنى ان فجاه مثلا واحد حصل له حادثه، الحادثه دي تسببت في نزيف داخلي جوه الثوراسيك اريا، زنقت اللنج عماله تاخد من مساحه اللنج جوه الثوراسيك اريا، فقللت مساحه اللنج شويه صغيرين. او control system، بمعنى ايه control system؟ ال drive بتاع ال inhalation وال exhalation is the respiratory center. حصل حادثة، حصل head trauma، حصل patient خد anesthetic زيادة عن اللزوم، كل دي حاجات ممكن تأثر على ال respiratory center اللي موجودة جوه الدماغ. فيبقى عندنا airway obstruction، عندنا gas exchange service problem، عندنا thoracic billow مخدة من الدم او من المية او بفيوجن حصل زنق للنج والثوراسيك اريا، عندنا كنترول سيستم بروبلم جوه المية. لو جينا اتكلمنا على السبيرومتري بقى كبارامتر بيستخدم في اللنج فانكشن تيست، واحد من اللنج فانكشن تيست القوية جدا اللي بتستخدم
ده ديفايس صغير، يا اما صغير في الايد كده اهوت، يا اما ديفايس كبير بتبقى موجود في المستشفى عشان تستخدمه، بيقيس الفوليوم اللي داخل وخارج من اللنج، وبيقيس الفلو للسرعة بتاعة اللي داخلة واللي خارجة من اللنج، بيطلع لي حاجة اسمها نيوماتوجراف. النيوماتوجراف ده بيساعدني على تشخيص المرض اللي موجود، أزمة ولا COPD ولا سيستيك فابروز ولا whatever من الديزيز. ده شكل النيوماتوجراف. مثلا بيبقى عندي الحاجات الديناميك والستاتيك اللي موجودة عندي، هندخلها بالتفصيل كمان شوية، بتاعة اللنج فانكشن، عندي تايدل فوليوم، عندي انسبيراتوري كاباسيتي لما البيشنت انهيل تو ذا توتال لانج فوليوم، لما البيشنت اكسهيل تو ذا ريزيديوال فوليوم، لما البيشنت انهيل او اكسهيل از فاست از بوسيبل زي ما احنا شايفين الكيرف الاخراني ده، هو يطلع لي حاجه اسمها فورسد اكسبيراتوري فوليوم او فايتال كاباسيتي. هنقول بالتفصيل كل حاجه من الحاجات دي. اول حاجه في الاسبيرومتري المعروفه والواضحه جدا اللي هو التايدل فوليوم، الاير اللي داخل جوه اللنج في النورمال اكسهيليشن والاكسهيليشن. لو البيشنت بتاعي طلبته منه تو انهيل تو ذا توتال لانج كاباسيتي لحد اخر ما يكتم نفسه وبعدين اكسهيل لحد الاخر، دي اسمها فايتال كاباسيتي. طب نقسم الكاليبر اللي عندنا دول، بالمونري فوليوم عندنا حاجه اسمها تايدال فوليوم which is the amount of air inspired and expired during normal breathing، وعندنا الفورسد انهيليشن فوليوم اللي هو الاماونت اوف اير انهيلد after inhale the tidal volume. يعني انا بطلب من البيشنت inhale normally، بعد التايدال فوليوم inhale كمان الشويه اللي وصلوا جوه اللنج، دول اسمهم ايه؟ inspiratory reserve volume او forced inhalation volume. وعندنا كمان forced exhalation، بقول للبيشنت exhale normally زي التايدال فوليوم وبعدين exhale more لحد ما تطلع كل الهواء اللي تعرف تطلعه. هل ده كل الهواء اللي طالع عندي؟ لا، هنتكلم على الجزء اللي باقي، بس ده اسمه ايه؟ شوية الهواء اللي عرف يطلعهم دول اسمهم forced exhalation volume او expiratory reserve volume. هل اللنج بيبقى فيها هواء بعد كده ولا لأ؟ لا، بيبقى فيها هواء بعد كده اسمه residual volume عشان to keep the lung not to make a respiratory collapse. لو بصينا على شكل كل جزء من دول في النيوماتوجراف، هنلاقي التايدل فوليوم الصغير اللي جوه ده الهواء اللي داخل واللي خارج في اللنج طبيعي. لو طلبت من البيشنت تو فورسفلي انهيل بعد التايدل فوليوم هيطلع شويه كتير كده، الشويه دول اسمهم فورسد انهيليشن فوليوم. طب لو طلبت من البيشنت تو فورسفلي اكسهيل بعد التايدل فوليوم هيطلع شويه هواء بره اللنج اسمهم فورسد اكسهيليشن فوليوم. هل ده كل الهواء اللي خارج؟ لا، لسه في شوية كمان اسمهم residual volume موجودين جوه اللنج to keep the lung viable زي ما قلنا عليه. عندنا حاجة تانية كمان، لو حطينا capacity بقى pulmonary capacity، مش pulmonary، مش زي دول، مش زي pulmonary volume اللي عندنا، لا دول pulmonary capacity اللي هما تجميعة pulmonary volumes اللي عندنا. inspiratory capacity من غير ما نفكر كده، inspiratory capacity هتبقى tidal volume زائد inspiratory reserve volume، يعني شوية الهواء اللي قلت للpatient to inhale it forcefully زائد شوية الهواء الطبيعي ال patient بينهيله في ال tidal volume. function residual capacity اللي هم شوية الهواء اللي قاعدين جوه اللنج بعد النورمال tidal breathing بتاع ال patient اللي هم ايه؟ لو فاكرين في النيوماتوجراف هنلاقي residual volume والفورسد اكسبيراتوري فوليوم، الاثنين دول مع بعض اسمهم فانكشنال ريزيديوال كاباسيتي. فايتال كاباسيتي التايدال فوليوم والفورسد اكسبيراتوري فوليوم والفورسد انسبيراتوري فوليوم كلهم مع بعض. في حاجه باقيه الريزيديوال فوليوم، لما تحطها مع الثلاثه دول تبقى اسمها توتال لانج كاباسيتي. يبقى عندنا انسبيراتوري كاباسيتي، عندنا ريزيديوال فانكشن كاباسيتي، عندنا فايتال كاباسيتي، عندنا توتال لانج كاباسيتي. نبص عليهم في النيوماتوجرام، inspiratory capacity تساوي tidal volume زائد forced inhalation volume، expiratory capacity forced exhalation volume زائد residual volume، vital capacity ثلاثة مع بعض forced inhalation volume tidal volume and forced exhalation inhalation volume و exhalation volume و tidal capacity. لما ندخل معاهم ال residual capacity تبقى اسمها total lung capacity. طيب كل ده ايه؟ volume، ما قسناش فلو خالص. الفلو يتقاس امتى؟ لما تيجي تقول للبيشنت امسك الاسبيرومتر واكسهيل او انهيل
فورسفولي، ده يطلع لك حاجة اسمها BEF اللي هي بيك اكسبيراتوري فلو. ما فيش حاجة اسمها بيك انسبيراتوري فلو تحت، لأن الكيرف بتاع الفلو في الانسبيريشن بيبقى موصلي شبه بعضه، لأن ما عندناش problem to expel air to inhale air، عندنا problem to expel air from the lung. اوكي، البيشنت اللي عنده ازمه او سي او بي دي عنده بروبلم في الاير ترابد جوه، مش عارف يخرج بره. حتى لما نبص على الاربعه فيجرز اللي عندنا 1 و2 و3 و4 هنلاقي فاريشن في الاكسهيل اكسبايرد فلو، لكن ما فيش فاريشن في الانسبايرد فلو ما عدا رابع واحد اللي هنتكلم عليه برضو بالديتيل بعد شويه. الاسبيرومتري لما يبقى سريع يبقى الفيتال كاباسيتي تبقى اسمها فورسد فيتال كاباسيتي، يعني تقول للبيشنت ايه انهيل تو ذا توتال لونج فوليوم، اكسهيل از فاست از بوسيبل في الاسبيرومتر تديك الفورسد فيتال كاباسيتي الفوليوم الاخري. طب في بارامتر تاني ظريف بنستخدمه كتير وهنتكلم عليه كتير قوي في الازمه وفي السي او بي دي، بارامتر اسمه فورسد اكسبيراتوري فوليوم ان 1 سكند، كميه الهواء اللي خارج في اول ثانيه. كمية الهواء اللي خارج في أول ثانية ده بارامتر قوي جدا في تعريف الأزمة والسي أو بي دي وأمراض تانية. في كمان عندنا الماكسيمم اير ريت، الماكسيمم فلو ريت، البيك اكسبيراتوري فلو ريت، ده بارامتر برضو بيستخدم في الأزمة والسي أو بي دي، في بيفرق بعض الأمراض، بس الفورس اكسبيراتوري فوليوم أقوى شوية. الفورس اكسبيراتوري فيتال كاباسيتي ديفينيشن ذا فوليوم تشينج، the volume change still volume no flow the volume change of lung between full inspiration to total lung capacity and maximum expiration to the residual volume the measurement is performed during forceful exhalation بسرعة. the peak expiratory flow rate which is the maximum flow السرعة القصوى اللي بيقدر البيشنت يحققها okay during expiring Expiration performed with maximum force and started after full inspiration. The peak expiratory flow rate is the most widely used lung function. Peak expiratory flow rate ده سهل ويستخدم كتير وظريف وبيحصل في أول ملي سكند في الفورسد مانوفر اللي بنعمله مع الاسبيرومتر، بس في مشاكل بسيطة أوي. لو في airway narrowing ممكن تحصل مشاكل، لو في ما يبقاش قياسه مظبوط، او في variation، لو في expiratory muscle weakness ممكن برضو يأثر عليه، لو في patient doesn't provide his maximum force برضو ممكن تأثر عليه. فعشان كده ال peak expiratory flow بنقيس اهم من الفلو اللي طالع ال variation اللي طالع، لو في variation كتير most probably ممكن ال patient ده يبقى عنده أزمة او COPD، لكن لو ما فيش variation يبقى البيشنت طبيعي معانا. السكند بارامتر which is very accurate in measurement الفورسد اكسبيراتوري فوليوم من 1 سكند اللي هو كمية الهواء اللي خارج في أول ثانية. كمية الهواء اللي خارج في أول ثانية ده بيختلف من ميل في ميل، كبير صغير أدلت عجوز الكلام ده، فما ينفعش ناخده زي ما هو كده، ممكن ناخده مقسوم كبرسنتج على الفورسد فيتال كاباسيتي، ممكن ناخده مقسوم على ال predicted forced expiratory volume. يعني ال predicted يعني ال patient طويل رفيع تخين قصير whatever، ال parameter دي كلها نحطها في equation نطلع ال predicted forced expiratory volume in 1 second ونقسم عليها ال forced expiratory volume اللي طالع لي، يدينا percentage. ال percentage ده هي المفروض الطبيعي بتاعها ثابتة وبتعلى معايا لحد سن 25 سنة، وبعد سن 25 سنة normally decline، فما ينفعش نستخدمها زي ما هي، لازم نستخدمها ك percentage of forced vital capacity أو ك percentage of predicted اللي قلنا عليها ال patient شكله إيه ومواصفاته إيه وال expected forced expiratory volume بتاعته قد إيه لو كان طبيعي. ده الشكل بتاع الجزء الأخير من الفيجر، عندي الفورسد اكسبيراتوري فوليوم في أول ثانية والفيتال كاباسيتي اللي بنقسم عليها أو بنقسم على البريدكتد. زي ما قلنا من شوية وهناخدها تاني في السي أو بي دي، البيشنت الطبيعي اللي هو الأزرق اللي فوق دوت طبيعي معايا
الديكلاين بسيط في اللانج فانكشن في الفورسين اكسبيراتوري بول. لكن البيشنت لو مش طبيعي وعنده سي او بي دي الديكلاين مرعب وسريع بالشكل ده، او كان بيدخن وعنده سي او بي دي ديكلاين بالشكل ده. الخط الاحمر المنقط ده البيشنت لما يبطل سجاير، لما يبطل سجاير او يتحسن في التريتمنت او كومبلاين مع التريتمنت بتاعته، التشينج في اللونج فانكشن ما بيرجعش للطبيعي، لا بيبقى موازي للديكلاين الطبيعي معاه. الفورسد اكسبيراتوري فوليوم ريفلكت ايه؟ ريفلكت الاير ناروي الاير واي ناروي less dependent on the effort، مش فارق البيشن عمل الايفورت بتاعه ولا لا، البيشن عمل مش عارف ايه، بس ميزتها انها ثابته. بس المشكله فيها انها تشينجبل من بيشن لبيشن، فعشان كده زي ما قلنا من شويه بناخد البرسنتج اجينست الفورسد فايتال كاباسيتي. لو قلت عن 80% اكسبكت ازمه او سي او بي دي او وات ايفر، لو زادت عن 80% ده النورمال بتاع البيشنت. سو الاندكس بتوعي البيك اكسبيراتوري فلو ريت، فورس اكسبيراتوري فوليوم ان 1 سكند، فورس فايتال كاباسيتي، الثلاثه دول اسمهم دايناميك ميجر. اوكي، بيقيسوا الابر اير واي كاليبر، هل في مشاكل في الابر اير واي، هل في ناروينج في الابر اير واي، في كولابس في اللنج ولا لا. لا ما بيقيسوش الكلام ده، بيقيسوا لي الابر اير واي بروبلمز بس. ممكن كمان بدل ما نقيس البارامتر دول ناخد الفلو لوب كله على بعضه. بمعنى ايه؟ البارامتر بيبقى لينكد لكمبيوتر او حاجه صغيره كده، هو شاشه صغيره يطلع لي الفلو لوب بتاعي. برضو الفلو لوب بتاعي ده هو بنبص على الاكسبيريشن كيرف، الابر كيرف which is more important diagnostic aid compared للور فلو لوب اللي ما بيأثرش غير في واحد بس من البيشنت. طيب نبص عليهم تاني، أربعة فلو لوب مختلفين مع بعض في الإكسبيريشن، مش مختلفين نهائي في الإنسبيريشن. طيب هنقولهم بالتفصيل إيه الأربعة دول بعد شوية. في بارامتر تانية موجودة عندي هنا في الفلو لوب، في 50 السرعة، في 50، في 25، وفي كمان في 75 موجودة عندي. إيه دول أصلا؟ في 50 دي ممكن نستخدمها معايا عشان احدد البيشنت سي او بي دي اكتر ولا ازماتيك. متوسط السرعه refer to the flow rate at 50% of forced vital capacity has been expired. في average ما بين بي 75 وبي 25 this is called mid expiratory flow rate. برضو parameter بيقيس لي smaller airway caliber بونكيولز والكلام ده، هو effective ولا لا، تعبانه ولا لا، يقدر يقول لي اي patient عنده ازمه ولا سي او بي. نبص بقى على الفلو لوب اللي قدام. نمره واحد واضح جدا انه نورمال patient بيتنفس البيك بتاعته عاليه والسرعه بتاعته عاليه وكميه الهواء اللي خارجه طبيعيه. طيب الاسماتيك patient لو عنده volume dependent airway narrowing زي ما هنقول في محاضره الازمه، السرعه بتاعته مش عالية، مش قادر يسرع أكتر من كده هوت، وبيخرج هواء وبينزل ديكلاين في السرعة بسرعة. البيشن اللي عنده انفيزيما اللي هو الألفيلاي حصل فيها ديستركشن زي ما هنتكلم في السي او بي دي، اوكي، مقطوعة متبهدلة مفرودة على طول، تلاقي البيشن ده عنده ايه؟ ريزيديوال فوليوم كبير قوي جوه اللنج بتاعه، فتلاقيه بيطلع الهواء بسرعة وطيئة وكمية قليلة قوي خارجاله، شكة كمية هواء بسيط قوي خارج وسرعة بسيطة قوي، مش قادر يسرع اكتر من كده هو. عشان البيشن بتاعي عنده problem في الالبيراي نفسها. طيب البيشن الاخير نمرة اربعة ده عنده chronic bronchitis. chronic bronchitis يبقى الوول بتاع التراكية والبرونكيول مليان ميوكس، حصل فيه ناروين مستمر قافل على طول، فتلاقيه يوصل للسرعة ويبقى البلاتو ويكمل في البلاتو ده لحد ما الهواء يخرج، تلاقيه بيزيق حتى وهو بيتنفس، وتلاقيه الوحيد اللي بيتأثر عندي في الانسبيراتوري فلو لو. يبقى عندنا نورمال بيشنت، عندنا ازماتيك بيشنت والسرعة بتاعته بتقل، عندنا انفيزيميك بيشنت مش عارف يدخل ولا يخرج هواء اصلا عشان الريزيديوال فوليوم عالي، عندنا بيشنت عنده كرونيك برونكايتس بيوصل لبلاتو بسرعة ويثبت عند البلاتو ما بيغيرش عندي
ما بيزيدش وما بيقلش. طيب في بعض الحاجات كمان اللي بتتعمل slow vital capacity، نقول للبيشنت خد الاسبيرومتر وخلال 10 ثواني طلع الهواء اللي في اللنج بتاعتك. ده بتستخدم في السي او بي دي، بس البارامتر فيه فاريشن كبيرة قوي، وكمان يعني mostly not effective، بس بعض الدكاترة بيحبذوه، مش عارف يعني صعب استخدامه، بدأ يقل استخدامه جامد عن البارامترز التانية. يبقى عندنا البيك اكسبيراتوري فلو ريت، الفورس اكسبيراتوري فوليوم من 1 سكند، الفورس فايتال كاباسيتي، سلو فايتال كاباسيتي، كلهم بيستخدموا في الازمه والسي او بي دي، ما عدا سلو فايتال كاباسيتي بتستخدم في السي او بي دي بس، ما بتستخدمش في الازمه. ما بتتأثرش بالنسبة للسي او بي دي، البيك اكسبيراتوري فلو ريت، الفورس اكسبيراتوري فوليوم، الفورس فايتال كاباسيتي، ما بتتأثرش باستخدام برونكو دايليتر ولا لأ، فيبقى نقدر نحدد البيشن ده أزماتيك ولا سي او بي دي. هنتكلم في تفاصيلها إن شاء الله في محاضرة الأزمة والسي او بي دي. طيب اللي فات ده كله إيه؟ دايناميك لونج فانكشن. طب عايزين نتكلم على الستاتيك لونج فانكشن. زي إيه الستاتيك لونج فانكشن؟ الريزيديوال فوليوم، محدش عارف بيقيسه ازاي، محدش قال. احنا بنقول التوتال لانج كاباسيتي انكلودينج الريزيديوال فوليوم، طب هنقيسه ازاي؟ مفيش حاجة أساسا بتقيسه لحد دلوقتي أو معروفة، يعني من اللي قلناه ده هو بيقيسه. طيب ده بيزيد ولا بيقل ولا ثابت؟ لا بيتغير. بيتغير بمعنى ايه؟ بيزيد لما يبقى فيه ديفكت جوه اللنج، لما يبقى فيه اير ترابنج جوه اللنج. الاير ترابنج اللي حاصل جوه اللنج ده هو بيسبب لي ان اللنج اتملت، مش عارف اخرج منها الهواء، فيبقى عندي ريزيديوال فوليوم عالي. طب ده ممكن يحصل اكتر في الايه؟ في الامفيزيميك بيشنت، البيشنت الامفيزيما اللي عنده الوول بتاع الالفيولاي ديسترويد، فما فيش الاستيك ريكويل، فما بيطلعش الهواء اللي موجود عنده، فتلاقي الاير تراب جوه اللنج بتاعتي اكتر. طب اقيس الريزيديوال فوليوم ده ازاي؟ الريزيديوال فوليوم بيتقاس بكذا طريقه هنقولهم كمان شويه. عندي بس ايه الاير واي ناروينج اللي بيحصل جوه الجسم ده، هو بيحصل زي ما قلنا من شويه صغيرين اير ترابنج. البيشن الاير تراب بيشن ده هو تلاقي اللنج بتاعته قبل قدام طالعه لبره كده، وعنده اير هانجر. يعني ايه؟ يعني البيشن طول الوقت الهواء محمول جوه اللنج بتاعته، فتلاقي الريبس كونتراكتد وقبل بره، والدايفرام كونتراكتد ونازل لتحت. الكونتراكشن ده هو مخليه لي المنظر قابب على طول. طب الكونتراكشن ده هو بيسحبه لوز اوف انرجي؟ اه بيسحبه لوز اوف انرجي، فتلاقي البيشنت طول الوقت بيحاول يتنفس بسرعه عشان يعوض الهواء اللي الطاقه اللي مفقوده عنده دي. هنتكلم على تفاصيلها ان شاء الله في محاضره السي او بي دي. ايه البارامتر اللي بتقيس لي الستاتيك لونج فانكشن، او الحاجات اللي بتقيس لي الستاتيك لونج فانكشن؟ عندنا الهيليوم دايليوشن، بنحط كونسنتريشن اوف هيليوم، نقول للبيشنت انهيل اند اكسهيل، ونشوف الكونسنتريشن قلت بشكل قد ايه، ونحسب له فوليوم في كونسنتريشن يساوي فوليوم في كونسنتريشن، هنعرف التوتال لونج كاباسيتي قد ايه اللي حصل فيها دايليوشن للهيليوم ده. فالتفاصيل مش مهمة عندنا، بس بارامتر يقدر يحدد لي التوتال لونج كاباسيتي. وعندنا كمان البودي بلاسموجراف، وعندنا الاكس راي. الثلاثة دول في النورمال بيشنت بيبقوا شبه بعض، لكن في السي او بي دي بيشنت والازماتيك بيشنت لا، بيبقى في اختلاف. الهيليوم دايليوشن بيبقى اقل شوية من الاكس راي والبلاسموجرام. فدول بارامتر يعرفوني الاير تراب التوتال لانج كاباسيتي قد ايه، ممكن اطرح منها الفايتال كاباسيتي يديني الريزيديوال فوليوم اللي عندي البيشن بتاعي. في عندي بعض البارامترز التانية كمان اللي بتستخدم في القياس، بس استخدامها اقل جامد عن الاول، زي السبيسيفيك ريزيستنس للبرونكاي والبرونكيول، الكربون دايكسايد، المونوكسايد ترانسفيرينج فاكتور، الووكينج تيست، النيتروس اوكسايد تيست. كل دي حاجات بتستخدم. اول ثلاثة بيستخدموا في السي او بي دي، والنيتروس اوكسيد بيستخدم في العزل. تفاصيلهم ايه؟ السبيسيفيك ريزيستنت، الريزيستنت في البرونكاي والبرونكيول ابر اير واي. الميثود اوف ميجرمنت مش مهمه عندنا قوي تفاصيلها، بس المهم ايه؟
ان الريزيستنت لما تزيد يبقى البيشنت برونكاي وبرونكيول مضيقه زياده عن اللزوم، حصلها اير ترابنج زياده عن اللزوم. الاير اللي ترابد جوه ده هو يخلي لي البيشنت مش عارف يتنفس، عنده ازمه او عنده سي او بي دي، موستلي سي او بي دي. بس استخدام البارامتر دوت قل جامد عن الاول بعد الاهتمام بالبيك اكسبيراتوري فلو ريت والفورس اكسبيراتوري فوليوم ان 1 سكند، بقى بيستخدموا اسهل واكتر بكتير من السبيسيفيك ريزيست. الكربون مونوكسيد ترانسفير زي ما حضراتكم عارفين اكتر مني ان الكربون دايوكسيد شبه الاكسجين في الترانسفير في الار بي سي، فتلاقي دخوله جوه الجسم اقدر على اساسه احدد البرفيوجن اللي حاصله عندي في الالفيولاي. بمعنى ان اجيب كونسنتريشن من الكربون مونوكسيد واقول للبيشنت انهيل اند اكسهيل، ولما الكمية اللي باقية او الكونسنتريشن بتاعة الكربون مونوكسيد اللي باقية عندي، معنى كده ان الباقي دخل جوه الجسم، فاقدر احسب بيها ترانسفير فاكتور، يعني البرفيوجن دخول الكربون مونوكسيد جوه الجسم بريت قد ايه، تعادل الريت بتاع الاكسجين لما يخش جوه الجسم. بتبان اكتر وبتظهر اكتر في البيشنت الامفيزيميك. لو البيشنت امفيزيميك هتلاقي البارامتر او الترانسفيرنج فاكتور او الترانسفيرنج كوفيشنت ده قليل قوي كومبارد لو البيشنت كويس والالفيلاي بتاعته فايبل. الووكينج تيست ده تيست عباره عن ايه؟ بحط بلاسمograph او مش بلاسمograph، بحط اوكسيمتر في صباع البيشنت يقيس لي الاكسجين كونسنتريشن جوه الجسم او كربون دايوكسيد كونسنتريشن. ده عباره عن ايه؟ بقول للبيشنت امشي 12 دقيقه او دقيقتين، في المتوسط بيمشي 6 دقايق، ولو عايز يستريح في النص يستريح عادي مفيش مشاكل. ده فايدته ايه؟ فايدته ان البيشنت وهو بيعمل التست ده هو بقدر اقيس الاكسجين ساتوريشن جوه الجسم بتاعه عن طريق البلس اوكسيمتر اللي مربوط في صباعه ده هو، منه اقدر احدد البيشنت عنده اوبستراكشن ديزيز، ازمه سي او بي دي، وات ايفر من الكلام ده ممكن يتحدد من الووكينج تيست اللي عندي ده هو. بيساعد بس موستلي مش افكتيف كومبيرد للسبايرومتر، بس ممكن يستخدم لما اكون مش عارف البيشنت بتاعي عنده ديزيز ولا لا. السكس مينت ووك كان بي اوبفيسلي شون البيشنت بروبلم. اخر تيست عندي اللي هو نيتروس اوكسيد، الانفلاميشن والالرجيك رياكشن اللي حاصله جوه اللنج في حاله الازماتيك بيشنت بتخلي لي الكربون النيتروس اوكسيد بيبقى كتير في اللنج، فتلاقي البيشنت اكسهيلينج كربون اكسهيلينج نيتروس اوكسيد مع الهواء اللي خارج معاه. لما ياخد الفراكشن بتاعه الاكسهيل نيتروس اوكسيد كل ما زادت، كل ما البيشنت يبقى possibly عنده ازمه. وي اي كان سجست البيشنت عنده ازمه من النيتروس اوكسيد اللي طالع لي من جوه اللنج بتاع البيشنت. دول كلهم بارامترز، البارامترز دي هنلاقيها بنستخدمها في الازمه شويه، بنستخدمها في السي او بي دي شويه، بنستخدمها في كرونيك برونكايتس، الامفيزيما، الامراض التانيه شويه. هناخد تفاصيل الامراض دي هي في المحاضرات اللي جايه ان شاء الله. شكرا.